يا من انطوى عليك التلبيس والتدليس من إبليس وحزبه الخسيس، فظننت أن الاحتفالات بذكريات محمد خرجت عن التأسيس وعن منهجه النفيس وعن مسلكه الأنيس، أخاف أن تضيق ذرعا إذا رأيت القيامة كل احتفال بمحمد، وأخشى أن تكون في غير صفه وحزبه، فافرح ما دمت في الدنيا بالاحتفال به، فإنك لو دخلت الجنة لابد أن تحتفل به عند كل باب فاسمه مكتوب فوق الأبواب، على كل باب من أبواب الجنة لا إله إلا الله محمد. فإن كنت ما تحب ذكر هذا الاسم وانتشاره كيف تدخل له؟ لابد قدام فوق رأسك، إن كنت من أهل الجنة فوق رأسك اسم الله واسم محمد، ما تدخل إلا وأنت معظم لله ولمحمد. كل باب من أبواب الجنة يحرك فيك الذوق والشعور والعاطفة بعظمة الله ومحمد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا الباب وهذا الباب وهذا الباب، والملائكة يدخلون عليه من كل، وطلع فوق الجنة الأولى والثانية والثالثة إلى الفردوس الأعلى كلها وأبوابها كلها، طلع فوق الفردوس الأعلى سقفها العرش وعلى قوائم العرش اسمه محمد. جنة احتفال بمحمد، القيامة احتفال بمحمد، ها في البرازخ احتفال بمحمد، أول ما يصل الميت القبر ما تقول في هذا الرجل؟ الملائكة يسألون إيش تقول في هذا؟ هذا من هو؟ إيش هذا في نظرك؟ الله، احتفال البرزخ محتفل بمحمد، القيامة محتفلة بمحمد، الجنان محتفلة بمحمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فإيش في هذه الاحتفالات؟ هذه ما تساوي شيء، عاد الاحتفال مقبل، قول اصبر شوي، إن كان غاضك هذا الاحتفال عاد الغيظ لك في البرزخ أكبر، والغيظ يوم القيامة أشد. افرح بمحمد قبل أن تحزن حزن لا انقضاء له، افرح بمحمد وبذكره وبذكر اسمه.